مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في هذه التغطية الإخبارية عبر البث المباشر والحي لقناة الأموال، فأهلا بكم. تواجه دول العالم حاليا العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء وفقا للمعايير العلمية والصحية المتعارف عليها لكل فرد من أفراد المجتمع، فمن أزمة الجائحة إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداء الغذاء العالمية إلى النزاع الروسي الأوكراني. لذا تظهر الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل دول العالم من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها بمفهومه الشامل. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والسياسات الفعالة التي تتبناها لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية. حيث أظهر التقرير نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021 مستعرضا مدة تغطية هذه السلع حتى الآن، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في إبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30% ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100% ومدة تغطية 6.5 أشهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100% ومدة تغطية 5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء 87% ومدة تغطية 4 شهور ونصف، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9 أشهر ونصف، والدواجن بنسبة اكتفاء 97% ومدة تغطية 6 أشهر ونصف، والفول بنسبة اكتفاء 30% ومدة تغطية 3 أشهر. أوضح التقرير جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. وكانت واردات مصر من القمح قد تراجعت مسجلة 10.6 مليون طن، وهذا بيان أولي في 2021 مقارنة ب 14.9 مليون طن في 2014. وأضاف التقرير أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن. وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن في عام 2022 مقارنة ب 9 مليون طن في عام 2021 بنسبة زيادة 11.1%، فضلا عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4% حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022 مقابل 3.4 مليون فدان في 2021. كما أبرز التقرير جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وقد بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021 مقارنة ب
40 صومعة في 2014، لافتا إلى زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة ب 1.2 مليون طن في عام 2014. كما تشمل الجهود زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، حيث بلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه في عام 2020-2021 مقارنة ب 35.5 مليار جنيه في عام 2013-2014. في حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية 64 مليون مواطن، وتناول التقرير جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في إطار خطتها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث تم تقديم موعد معارض أهلا رمضان اعتبارا من 15 من مارس القادم والغد بعد غد بمشيئة الله، حيث ستطرح كافة السلع بتخفيض يتراوح من 15% إلى 30%، فضلا عن بلوغ إجمالي المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيات 6740 منفذا في كافة أنحاء الجمهورية. واستكمالا لاستعراض جهود توفير السلع بأسعار مخفضة، فقد تم توفير 233 سيارة ومنفذ بيع متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك تطوير 61 مجمعا استهلاكيا ومخزنا وثلاجة تجميد، إلى جانب إطلاق 21 مرحلة من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25% إلى 60%، ومن المقرر إطلاق المرحلة 22 في 15 من مارس الجاري. وإلى جانب ذلك، تتضمن الجهود توفير الدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة لها، علاوة على طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة، اللحوم السودانية والهندية والبرازيلية، بأسعار تتراوح بين 55 جنيها حتى 95 جنيها للكيلو. كما استعرض التقرير أبرز مشروعات الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف آثار اضطرابات الأسواق العالمية، حيث تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، ووصلت المساحة المهيئة للزراعة بالمشروع 568 ألف فدان، من بينها 200 ألف فدان تم زراعتها، كما يبلغ إجمالي مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، وتشمل أبرز المحاصيل التي يتضمنها المشروع الذرة والقمح والسكر والخضروات. وتتضمن المشروعات الزراعية أيضا إطلاق مشروع تنمية سيناء، حيث تصل المساحة المنزرعة إلى 239 ألف فدان، وإجمالي مساحة المشروع 1.1 مليون فدان. أما عن مشروع الريف المصري، فقد أوضح التقرير أن إجمالي المساحة المنزرعة تبلغ 140 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى 193 ألف فدان تحت التنفيذ للأنشطة التنموية، استزراع سمكي، ثروة حيوانية، داجني، تصنيع زراعي. أما فيما يتعلق بمشروع شرق العوينات، فقد تم
إطلاقه على مساحة إجمالية 600 ألف فدان، فيما تصل المساحة المنزرعة بالمشروع 244.5 ألف فدان، حيث يتم زراعة محاصيل القمح والذرة والبطاطس والفول السوداني. وعلى صعيد مشروعات الاستزراع السمكي ضمن جهود الدولة للسيطرة على الأسعار، جاء في التقرير أن من أبرزها مشروع الاستزراع السمكي المتكامل غليون، والذي يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، حيث تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية من قناة الأموال. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، على أمل اللقاء بكم في خدمات إخبارية لاحقة. كنت معكم أنا رائد حاكم، دمتم في أمان الله.